فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ثم أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين الكفار والمنافقين. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كرامته على الله أنه لا يناديه باسمه، وإنما يناديه باسم النبي: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولم يناده أبدا بقوله يا محمد، إكراما له صلى الله عليه وسلم، بينما كان ينادي الأنبياء قبل بأسمائهم: يا موسى، يا عيسى. الله ينادي أن الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم: يا إبراهيم. أما هذا النبي فإن الله لم يناده باسمه أبدا، وإنما قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإذا جاء الخبر عنه فإنه يسميه باسمه: محمد رسول الله، والذين معه وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فإذا جاء الإخبار عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وإذا نودي فإنما ينادى باسم النبوة واسم الرسالة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان والرد على شبهاتهم، لأن المنافقين شغلهم الشاغل هو الطعن في الإسلام والمسلمين دائما وأبدا. فيجب على النبي وعلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا بالمرصاد لهؤلاء المنافقين، يردون شبهاتهم ويدمغون حججهم ويبطلون كيدهم. وكم في القرآن من الآيات التي ترد على المنافقين وتفضح المنافقين وتبين كيدهم ومكرهم وخداعهم للمسلمين. فهذا هو الجهاد، بجهاد المنافقين بالحجة واللسان، ولا يقاتلون بالسلاح لأنهم يظهرون الإسلام. أما الكفار الأصليون فإنهم يقاتلون بالسلاح إذا لم يقبلوا الدعوة. يدعون إلى الله أولا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فإنهم يقاتلون لئلا ينشروا الكفر في الأرض، ولئلا يصدوا عن سبيل الله، ولئلا يضايقوا عباد الله المؤمنين ويتطاولوا عليهم. جاهد الكفار والمنافقين، ثم قال: واغلظ عليهم، يعني لا تتساهل معهم أو تلين في القول معهم ما داموا أظهروا العداوة لله ولرسوله، فإنهم يغلظ عليهم ويوبخون لأجل كف شرهم وقمع عنادهم. ومأواهم جهنم، مأواهم أي مقرهم ومصيرهم المحتوم الذي ينتظرهم جهنم، وهي النار والعياذ بالله. والنار تسمى بأسماء: جهنم وسقر والهاوية والقارعة، تسمى بأسماء، فمنها جهنم. وقد اختلف العلماء في جهنم هل هو اسم أعجمي أو عربي، الله أعلم. المهم أن هذا من أسماء النار والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المصير، بئس المصير مصيرهم الذي ينتهي أمرهم إليه، والمستقبل الذي يصيرون إليه فمستقبلهم النار والعياذ بالله. وإن تمتعوا في الدنيا واستطالوا في الدنيا فإن هذا يزول عما قريب سوء المصير وسوء المنقلب.